السلام عليكم. محاضرة البيدياتريك الثالثة هي عن الميكل دايفرتيكولم. بالبداية خلنا نعرف شنو هو الميكل دايفرتيكولم. It is a remnant of the embryological vital line أو أنفال المزنتريك داكت. يعني هو عبارة عن بقايا لفدكت موجودة خلال الامبريونيك لايف اللي هي سموها vital line duct أو أنفال المزنتريك داكت. هاي وظيفتها تربط بين الفيتال داكت الجات وبين اليولك ساك. يعني هي فدكت قناة وظيفتها خلال الامبريونيك لايف يعني ما الطفل تربط بين الجات ماتو وبين اليولك ساك. عادة ونورمال يعني بين الأسبوع الخامس والسابع هاي الدكت تبدي يقل الثكنس مالتها وتبدي يعني تنفصل عن الانتستين. لكن في حال أكو صار فشل بالرجريشن مال هاي الدكت وبقى الرمننت مالتها اللي هو الميكل دايفرتيكولم أو بقت هي الدكت نفسها مفتوحة، هذا رح يؤدي إلى أبنورمالتيز. طبعا الميكل دايفرتيكولم يشكل الموس كمان جي آي تي أنوملي. تقريبا 90% من الجي اي تي انوماليز هي عباره عن ميكل دايفرتيكولم. زين هذا الميكل دايفرتيكولم يسموه ترو دايفرتيكولم. يعني شنو من اقول ترو؟ معناتها متكون من كل النورمال لايرز اوف ذا باول وول، يعني حيكون متكون من ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولار لاير اند سيروزا، متكون من كل الطبقات اللي هي موجوده بالحاله الطبيعيه بالباول وول. اما اكو حاله اللي هي دايفرتيكولم بس يكون اكوايرد خلال يعني during the life maybe someone acquire a diverticulum يسموه فوس، او يعني هذا الدايفرتيكولم اللي هو خلال يعني acquired يكون هذا يختلف، هذا متكون فقط من ميوكوزا سب ميوكوزا. اما هنا النيونيتال ميكل دايفرتيكولم حيكون ترو دايفرتيكولم متكون من كل الطبقات. زين الأكو عدة أشكال لهذا الميكل دايفرتيكولم، أما موجود فقط ميكل دايفرتيكولم مثل هاي أول صورة، فقط أكو ميكل دايفرتيكولم طبيعي يعني الرمنت فقط الرمنت. أو ممكن أكو ميكل دايفرتيكولم أكو فد فايبروس كورد رابط بين هذا الميكل دايفرتيكولم وبين الأمبليكوس. أو ممكن تبقى داكت قلنا مفتوحة فرح يصير فيستولي يسموها أمبليكو إيليال فيستولي، تربط يعني أكفد فتحة بين من الامبليكال لحد الإليوم مفتوحة. زين أو ممكن يصير سيست، سيست هنا سيست هنا. أو ممكن أكو شو يسموها أكو فايبروس كورد وأكو ساينس بالامبليكالس. أو ممكن بالفايبروس كورد يصير أكو فايبروس كورد ويبقى أكو آرتر هنا بي اللي هو الفيتالين آرتر، هو المفروض هاي كلها تروح فيجي بوحدة من هاي الأشكال الستة. الابيديميولوجي الانسيدنس هي تقريبا يعني استيميتد انه هي 2% من البوبوليشن. ممكن تزداد الانسيدنس بالبيشنت اللي عندهم ميجر انوماليز للامبليكس للالمنتري تراكت للنيرفس سيستم او كارديوفاسكولار سيستم. يعني اكثر شيء خلينا نقول انه هذول يعني البيشنت اللي عندهم هاي الميجر انوماليز حيكون النسبه انه يصير عندهم ميكل دايفرتيكولم اعلى من البقيه، الانسيدنس اعلى شيء بذول البيشنت. زين with a female to male to female ratio 2.3 إلى 1 overall أو تقريبا 3 إلى 1، يعني من بين كل 3 males مقابلهم 1 female يصير بها ميكل دايفرتيكولم. يحكون عن طبعا عن symptomatic patients. The commonly cited rules of 2. الحلو بالميكل دايفرتيكولم أكو rule of 2 اللي هي أول شيء يصير تقريبا يصير ب 2% من population. ثانيا ratio 2 to 1 male to female أو يعني هي 3 إلى 1 أو 2 إلى 1 male to female يعني more common in male. Discovered by 2 years of age عادة نكتشفه بعمر السنتين هيج يعني. رابع شيء located 2 feet اللي هي عبارة عن 60 cm from the iliocecal valve. يعني صايرة من أقول 2 feet هي عبارة عن 60 cm يعني كل 1 feet هي 30 cm تقريبا عن iliocecal valve. عادة طولها 2 cm دايمتر مالتها حيكون 2 cm وطول مالتها هي 2 inch يعني تقريبا 5 cm. وبيها 2 types of heterotrophic mucosa أو يسموها ectopic mucosa، يعني هو موجود بالإيليوم عادة لكن حيكون الميوكوزا مالتها هي hetero أو ectopic tissue، يعني جاي من مكان مو يعني فتشي خارجي اللي هي أكو نوعين، أما gastric ectopic tissue أو بنكرياس. يكون موست كمان هو غاستريك، موست كمان انه يكون الميوكوزا هي عبارة عن غاستريك اكتوبيك تشو ميوكوزا من هذا الميكل دايفرتيكولم، او ممكن يكون بنكرياتك لكن موست كمان قلنا هو الغاستريك. زين الكلينيكال بريزنتيشن، الكلينيكال بريزنتيشن اكو فد فاريتي اوف سيمتومز ممكن يجي بها البيشنت، لكن اكو 3 موست كمان بريزنتيشن حيجي بها
البيشنت. زين، وهاي السيمتومز اللي راح يجي بها يعني البيشنت يعتمد، او الفيتوس يعني او التشايلد خلينا نقول، يعتمد على الكونفيجريشن اوف ذا ريمن ستراكشر، شكله شلون، ونوع الاكتوبيك ميوكوزا اللي بيه، هي بنكرياتيك ميوكوزا لو غاستريك ميوكوزا. المهم احنا قلنا عندنا 3 موست كمان برزنتيشنز بالتشيلدرن اللي هي من الاكثر شيء الى اقل شيء. اول شيء يجي بانتستينال بليدنج اللي هي 30-56% من الكيسز هي عباره عن يجي البرزنتيشن مالته بليدنج. ثاني شيء اللي هي الاوبستراكشن 14-42% حيكونون يجون يعني البرزنتيشن مالتهم اوبستراكشن. اخر شيء هي الانفلاميشن 6-14% من البرزنتيشنز يعني كيسز برزنتيشن حيكون انفلاميشن. فهسه الموست كومن بليدنج وراها اوبستراكشن وراها انفلاميشن. ومو بس هاي الثلاثه البرزنتيشنز، اكو بعد برزنتيشنز راح ناخذهم لكن هي لس كومن من دولي الثلاثه. هي الدولي الثلاثه موست 3 كومن برزنتيشنز اوف ميكل دايفرتيكولا. وقلنا السيمتومز راح يجي بها التشايلد يعتمد على الكونفيجريشن مال يعني مال ميكل دايفرتيكولم، على وجود الاكتوبيك ميوكوزا اكو او ماكو، شنو نوعها. زين، our less common sign include the cystic abdominal mass. ممكن يجي البرزنتيشن بشكل abdominal mass بس هي less common، أو يجي للنيوبورن يجي عند فيستيلا umbilical فيستيلا ناتجة أنه داكت البيتلين داكت بقت مفتوحة فأدى أنه صار أكو فتحة اللي سميناها إليو umbilical فيستيلا. أو بشكل لتاغ هرنية اللي هي عبارة عن ميكال دايفرتيكولا موجود بداخل هرنية سموها لتري هرنية أو لتاغ ما أعرف شنو تلفظ بصراحة. و the neonatal presentation of meckel diverticulum is uncommon. يعني عادة اليونيت إذا إجى هو ما يجي لأنه صار عنده meckel diverticulum، يعني تجي أعراض مثلا قلنا bleeding أو obstruction أو inflammation أو حتى الفستيولا. عادة يجي نتيجة أنه صار complication، أما صار perforation أو صار obstruction يجي لهاي الأسباب. يعني عادة إذا إجى لنيونيت واكتشفنا عنده ميكال دايفرتيكولم فهو ما جاي على أعراض ميكال دايفرتيكولم، من ما جاي على أعراض بيرفوريشن أو أوبستراكشن. هسا نبدي بالثري موست كمان برزنتيشنز، قلنا هي بليدنج أوبستراكشن وراها انفلاميشن. نبدي بأول واحد الموست كمان هو البليدنج، قلنا تقريبا 30-56% من الكيسز يجون برزنتيشن مالتهم هو بليدنج اللي هو عبارة عن شنو، إبيسودك بينلس ركتال بليدنج، يعني بشكل إبيسودز يصير عنده bleeding ويتوقف، يرجع يصير عنده bleeding ويتوقف، ويكون painless لأنه ماكو نيرف بالميكال دايفرتيكولم ومن الركتال. زين، فهو عبارة عن episodic painless rectal bleeding. باليونج تشايلد هذا الكلينيكال برزنتيشن إذا هو عنده bleeding ميكال دايفرتيكولم. زين، الميكال دايفرتيكولم يقول شكل تقريبا 50% من all lower gastrointestinal bleeding in children. يعني 50% نص children اللي يجون واكتشف عندهم lower GIT bleeding بالغالب حيكون سببه هو ميكال دايفرتيكولم. 50% يعني نص حالات lower GIT bleeding هي بالchildren طبعا هي عبارة عن bleeding ميكال دايفرتيكولم. زين، احنا قلنا هو حيكون rectal bleeding و painless وبشكل episodic. شنو لون يعني الستول؟ حيكون اما bright red او يكون dark او مارون، لونه ماروني، او less commonly يكون teary. يعني اما يكون لونه red ويكون bright red، أو يكون dark red أو اللي يسموه مارون يعني ماروني، أو يكون اللي هي less common يكون تيري اللي هو يعني أسود. زين، the bleeding is often associated with anemia. نتيجة bleeding الchild حيجي عندهم anemia، وهو من الchild حيحتاجون transfusion نتيجة هذا الأنيميا، نتيجة blood loss. لكن ما رح يوصل لدرجة قليل، نادرا انه child نتيجة bleeding يعني يوصل الى life threatening hemorrhage، ما صار عنده نزيف بحيث هو life threatening. يجون اوكي يحتاجون transfusion، مثل ما نعرف انه child يعني blood volume مالته اقل، او يعني انه اي خسارة رح تكون تأثر عليه مو مثل الادلت. فهواي منهم يحتاجون transfusion بس هم ما رح يوصلون life threatening hemorrhage نادرا. اللي يقول bleeding هذا في حالة ممكن يجي انه acute bleeding ويكون لونه bright red او قلنا مارون، او نادرا تيري، وممكن حتى ألقى بي clot اذا هذا يكون heavy bleeding. لكن احيانا يكون هذا bleeding slow بطيء ومو كلش واضح clinically not evident، وانما يجي يجيبون الطفل هو لانه عنده anemia وهاي الانيميا unexplained، مجرد الطفل جاء عنده anemia وهم احتمال حتى ما يدرون عنده bleeding.
فهيج حالة أي ملاحظة مهمة إنه أي child يجي عنده hemoglobin positive stools وعنده chronic anemia لازم أحط ببالي ممكن يكون Meckel diverticulum عنده الستولي. من أسوي الستول أسوي الستول examination وألقى hemoglobin positive يعني بي hemoglobin يعني معناته بي bleeding. وعنده chronic anemia صار لفترة عنده anemia وما يعرفون شنو السبب فلازم أحط ببالي Meckel diverticulum. زين شنو سبب هذا البليدينج؟ بالغالب نتيجة وجود الهيتروتوبيك ميوكوزا ويسميناها الاكتوبيك تيشو اللي هي اما تكون غاستريك او تكون بنكرياتيك قلنا وماس كمان هو حيكون غاستريك اللي هي تقريبا 80% من حالات البليدينج Meckel diverticulum حلقة عندهم غاستريك ميوكوزا وهي سبب هذا البليدينج. ليش؟ لانه غاستريك ميوكوزا حتشتغل كأنه نورمال ميوكوزا كأنه مثل الـ يعني اللي بالستومك انه تفرز اسيدز والباقي الشغلات فممكن هذا الجاستريك اسيد يؤدي الى ulceration بالميوكوزا وهذا مكان الالسريشن او يعني مو مكان ثابت عادة هو يصير بالجنكشن اللي بين الاكتوبيك ميوكوزا وبين النورمال ايليال ميوكوزا هذا نورمالي او تيبيكالي بهذا الجنكشن يصير الالسريشن لكن احيانا الالسر ممكن تكون within the ectopic mucosa أو أحياناً تكون على الميزنتريك سايد of the normal ileum مقابل الدايفرتيكولم فما كفت شيء يعني مكان الالسريشن مو محدد بس هو راح يصير الالسريشن بالميوكوزا ويؤدي إلى نتيجة الجاستريك أسيد المفروز من الجاستريك ميوكوزا اللي هي أصلاً إكتوبيك يعني مو بمكانها الصحيح ويؤدي إلى بليدينج أما قلنا أما بجنكشن أو within the إكتوبيك ميوكوزا أو على الميزنتريك سايد من normal ileum. خلصنا البليدينج نجي على السكند موست كمان برزنتيشن هي الأوبستراكشن تقريبا 14-42% من الكيسز البرزنتيشن ماتهم هي أوبستراكشن. زين يقول ان الميكال دايفرتيكولم كان كوز انتستينال أوبستراكشن بعدة ميكانيزمز لكن الموست كمانلي هي انتوسسبشن فالفيلس. يقول الدايفرتيكولم ممكن يعتبر كليد بوينت. شلون انه هو يسوي انتوسسبشن؟ هو يعتبر ليد بوينت. احنا نعرف الانتوسسبشن اما يكون انه without a lead point هي من وحدها فجأة تصير اللي هي سموها primary او idiopathic او ممكن يسموها secondary intussusception اللي هي اكو فد ليد بوينت يؤدي الى الانتوسسبشن اللي هي فد يعتبر فد ليد بوينت بالبداية يصير obstruction بالإليو إليال بعدين بالنهاية يصير إليوسيكال intussusception وهذا الانتوسسبشن هو فد يعني فد واحدة من الأشياء اللي ممكن تؤدي له obstruction أو ممكن يصير valvulus. valvulus إذا عندنا الباول التفت حول الفيتالين ريمننت يعني التفت حوالين الميكال دايفرتيكولم حوالين شنو لازم أكو بهاي الحالة fibrous cord يربط بين الدايفرتيكولم والأمبليكس قلنا من ضمن الشغلات ومن ضمن إنه يجي بها شكل الدايفرتيكولم إنه عبارة عن ميكال دايفرتيكولم fibrous cord هذا fibrous cord يربط بين الدايفرتيكولم وبين الأمبليكس فممكن الباول تتف بهذا المكان فيؤدي انه يصير valvulus يصير بها obstruction. زين او intestinal internal hernia. internal hernia يصير بسبب انه الارتري اسمه ميزو diverticular artery هذا الكورس ماته من البيز اوف ذا ميزنتري لحد الدايفرتيكولم فممكن يعني على هذا الكورس ممكن small bowel يصير بها interrupt وانكارسريتد يعني انكارسريتد يعني انه انترابتد او يعني تنحصر بهذا المكان ويصير بها اوبستراكشن فواحدة من الشغلات والموست كمان للاوبستراكشن قلنا هي الانتوسسبشن والفالفيلس وعرفنا شلون ده يصير اما يعتبر ليد بوينت للانتوسسبشن او الباول ده تلتف على يعني الفايبروس كورد يعني تتف على الفايبروس كورد ويصير الفالفيلس ويصير اوبستراكشن او ممكن اكو هرني يسموها انترنال هرني انه اثناء الكورس مال الميزو دايفرتيكولار ارتري الباول السمول باول راح تنحصر بهذا المكان ويصير بها obstruction. other rare obstructing mechanism ممكن يكون لتر هرنيا اللي قلنا هي عبارة انه الدايفرتيكولم داخل هرنيا او الدايفرتيكولم يكون لونج بحيث انه يلتف على نفسه او ينعقد على نفسه patient presented with obstruction will usually demonstrate typical sign إنه patient عنده أو child اللي هو عنده ال obstructing Meckel diverticulum حيجي الأعراض مالته عبارة عن crampy abdominal pain, bilious vomiting, obstipation اللي هي عبارة عن severe or complete constipation يعني حيجي يشتكي من مغص بطنه
ويكون الفوميتنج لونه pale stained وعند severe or complete constipation. زين في حالة الانتوسسبشن البيشنت أو child يعني ممكن أيضا pass current jelly stools. فيعني من خلال الأعراض مالته هي co-obstruction حيجي قلنا abdominal pain و pale vomiting obstipation. لكن ممكن يجي وياها أعراض أخرى بحيث أنا توصلني شنو الميكانيزم اللي أدى بيها إلى أو شنو صاير فممكن يجي وياها عند current jelly stool اللي هي صايرة في حالة الانتوسسبشن. ومن أجي أسوي physical examination رح ألقي palpable abdominal mass. فهنا أنا بهاي الحالة رح أجي أفكر أنه أكو انتوسسبشن. وبالنهاية ممكن أتوصل أنه هاي سبب الانتوسسبشن أو يعني هاي الانتوسسبشن هي secondary سببها ميكال diverticulum. أما في حالة الفابيروس إذا بالنهاية صار بيها اسكيميا نتيجة انه ذات ضال تلتف ومدى يوصل مثلا blood supply وكذا صار بيها اسكيميا فممكن يجي عنده child signs of peritonitis اللي هي يعني يكون عنده abdominal distension emesis يعني vomiting, obstipation وhypothermia وهاي الموست كمان يعني presentation مال peritonitis أو signs of peritonitis أو ممكن أيضا يجي انه at the point of death يعني يسموه بالextremes انه رح يموت الشاذ يجي انه كلش حالته سيفير. Third most common representation هي الانفلاميشن 6-14% من الكيسات. يقولون انه often سبب هاي الانفلاميشن هو وجود الهيتروتوبيك او يسميناها اكتوبيك ميكوزا اللي هي غاستريك او بنكرياتيك والموست كومن غاستريك. ايضا ممكن السبب هو انه دي يصير obstruction بالدايفرتيكوم اليومن وبعدين يصير بي انفلاميشن. زين يعني فد ميكانيزم تشبه الابندسايتس. زين ليش دي يصير obstruction بالليومن ودايفرتيكولم؟ وننتبه انه الobstruction مو intestinal obstruction وانما بالليومن ودايفرتيكولم يختلف. اذا صار intestinal obstruction فهي presentation مال obstruction قلنا اما intussusception of valvulus etc. لكن اذا صار obstruction بالدايفرتيكولم هيأدي inflammation يكون presentation هو inflammation. زين نرجع شنو سبب هذا الobstruction بالليومن والدايفرتيكولم؟ اما بسبب انه الانتيري كونتنت يصير بها ستاسيس يعني شلون تتجمع الكونتنت مال الانتستين بالدايفرتيكولم وبالتالي ينسد ويصير inflammation او بسبب وجود انتيرو ليدل او فورين بودي او ممكن بسبب وجود parasitic infection. فواحده من هاي الشغلات ممكن تؤدي الى انه يصير obstruction بالنهايه انه يصير inflammation. عادة الميكال دايفرتيكولم إذا كان البرزنتيشن مالته انفلاميشن فهو كلش مزدايجنوز إنه أبندسايتس. ليش؟ لأنه يجي بنفس أعراض الأبندسايتس اللي هي عبارة عن بيلي امبليكال بين ويا نوجي فوميتنج وفيبر. هاي الأعراض هي يعني أعراض أبندسايتس فكلش مزدايجنوز إنه هو أبندسايتس سوري. فشي يسوون؟ فحتى يعني من يسوون يفحصون بالفيزيكال اكزامينيشن كذا يعني كل يتوصلوا لأنه هو هذا appendicitis. فشي يسوون يعني يسوون عملية للشاذ على أنه هو appendicitis فيدخلون ويسوون عملية وهم دي يدخلون دي يروحون أنه يسوون appendectomy يلاحظون أنه الappendix normal كل شي ما بي. فبهاي الحالة أي child يجي عنده أعراض appendicitis اللي هي قلنا periumbilical pain, nausea, vomiting, fever دخل سويت عملية لقيت الأبندكس نورمال لازم أنا أحط ببالي ممكن هذا يكون ميكال دايفرتيكولم ولازم أقعد أدور على هذا الميكال دايفرتيكولم لأنه مكانه variability مو مكان محدد يعني at least أقعد أدور فد 5 feet من الديستال باول small باول أنا أصعد ويعني أبدي من الترمينال إيليوم بروكسيمالي أسعد بروكسيمالي أدور على الدايفرتيكولم لأنه مكانه مو كل الشيلدرن حيكونوا بنفس المكان فد يعني هو ضمن فد مكان واسع يعني فلازم أنا أقعد أدور إذا إجى الشايلد عنده ساينز أوف أبندسايتس وسويت العملية دخلت فتحت بطنه ولقيت إنه هو الأبندكس مالته نورمال فلازم أخلي بالي ميكال دايفرتيكولم. شو أسوي؟ أقعد أدور على الميكال دايفرتيكولم ب يعني فد 5 feet من الديستال سمول باول وابدي مين من الترمينال إيليوم. زين ممكن ايضا يعني شيء يسموه ميكال دايفرتيكولايتس يعني صار انفلاميشن بالميكال دايفرتيكولم نتيجة يعني يؤدي الى كومبليكيشن ممكن يؤدي الى بيرفوريشن او انترا ابدومينال ابسس او اوبستراكتيف ساينز اند سيمبتومز. ف يعني ممكن هذا الانفلاميشن يؤدي الى شو اسمه الى complications. قلنا انه مثلا بالنيونيت يجون اما هم عندهم perforation يعني صار inflammation
من diverticulum يؤدي إلى perforation، أو ممكن يجون obstruction اللي هي intestinal obstruction نتيجة أنه صار ميكل مثلا صار عندهم intussusception أو valvulus وكذا. لحد هسه عرفنا أنه clinical presentation من ميكل diverticulum يعني أكو فد variety بها مختلف، لكن most common هي bleeding obstruction و inflammation. فعلى أساس هاي أنه diagnosis هي تعتمد حسب البرزنتيشن. فمثلا إذا البرزنتيشن كان obstruction أو inflammation شوية صعب أنه أنا أشخص هذا ميكل diverticulum قبل ما أدخل أني operative أدخل عملية، لأنه مثلا قلنا inflammation هو كلش misdiagnosed، الميكل diverticulum كلش misdiagnosed ويا الابندسيتس. فأنا على ما أدخل أسوي أبندكتومي ألاحظ أنه الأبندكس نورمال، أو في حالة الأبستراكشن there is many causes of obstruction. فمثلا بس واحدة من الهاي ممكن يكون أنتو سسبشن قلنا، بس حيجي عنده current jelly stool. فأني شون رح أعرف هذا أنتو سسبشن هو primary أو هاي؟ على ما أدخل عملية أفتح يعني الانتستين وكذا رح ألقى أنه لا أكو ميكل دايفرتيكولام الرمانت باقي كذا. لكن في بعض الحالات ممكن يعني قبل ما يسوون عملية شغلات تفيدني، ممكن يعني أحيانا تفيدني وأحيانا لا، اللي هي CT scan وألترا ساوند. ليش؟ لأنه ممكن ألقى inflamed midline mass with a normal appendix، يعني بالألترا ساوند أو بالCT راح ألقى الأبندكس normal، لكن أكو فد mass بالmidline وصار بيها inflammation، فممكن أتوصل إنه هذا ممكن ميكل دايفرتيكولوم. بس أحيانا يعني بالغالب إذا كان البرزنتيشن obstruction أو inflammation لازم يعني إلا أدخل عملية يلا أعرف أنه عنده ميكل دايفرتيكولوم. مهم ملاحظة كلش مهمة أنه أي child older than 5 years of age وما مسوي أي abdominal operation قبل وجاء عنده signs and symptoms من small bowel obstruction لازم أحط الدايفرتيكولوم ببالي، الميكل دايفرتيكولوم strongly considered as the etiology، لأنه بالغالب اللي عمرهم أكثر من 5 سنوات causes of obstruction قليلة وما تكون يعني مثلاً يعني قليلة إنه تكون أو ما تجي بقية الأسباب اللي أخذناها قبل بالintestinal obstruction. فمهم أي طفل يعني إذا مثلاً جابونا كيس طفل عمره فد 6 سنوات وإجا عنده signs and symptoms مال abdominal obstruction مثلاً يقول عنده abdominal distension وغيرها، فش اسمه لازم أحط ببالي من ضمن differential diagnosis واللي يعني من ضمن بالبداية يعني انه ممكن يكون عنده ميكل دايفرتيكولوم. In cases of intussusception اللي بيها انه اللي صارت يعني intussusception due to ميكل دايفرتيكولوم، سواء هذا يعني رح الاحظ انه intussusception دي يصير بالركنس، او يعني اما الاحظ الميكل دايفرتيكولوم نتيجة انه intussusception دي يظل يصير كل يعني افتح للانتستين ويرجع ورا فترة يجيني عنده intussusception وهكذا، او من اول مرة مثلا اجي وأنا دا أفتح للإنتستين لاحظت الدايفرت يعني ميكل دايفرتيكولوم ورا ما فتحتها كومبليتلي لقيت أكو ميكل دايفرتيكولوم، أو أسوي إكزامينيشن للبيشنت و يعني إنه جزء قصيت الجزء من الإنتوسيسبشن نتيجة بإسكيميا أو يعني واتيفر. المهم أما أنا دا أفتح أسوي عملية للإنتوسيسبشن وسويت لها ريديوس كومبليتلي لقيت الميكل دايفرتيكولوم أو قصيت منها قطعة، ممكن يعني أنا من سويت العملية وخلصت وأنا ما أدري أكو ميكل دايفرتيكولوم، بس قصيت قطعة من الانتوسيسبشن لأن صار بيها إسكيميا وكذا وراح أسوي لها إكزامينيشن راح ألقى إنه هاي السيجمنت يعني ألقى بيها دايفرتيكولوم. زين، أو قلنا ممكن إنه نتيجة الريكورنس أوف انتوسيسبشن راح أتوقع ممكن يكون هذا الانتوسيسبشن هو سكندري تو ميكل دايفرتيكولوم. زين، pre-operative studies أخرى ممكن تفيدني هي 99M technetium scan اللي هو يفيدني بحالة إذا كان البرزنتيشن بليدينج. قلنا إنه المو تقريبا 50% من حالات اللور انتستينال اللور جي اي تي بليدينج هي سببها الميكل دايفرتيكولوم بالتشيلدرن، لكن أكو 50% الباقية اللي هي الديفرنشيال دايجنوسيس أذر ديفرنشيال دايجنوسيس هم ممكن أنال فيشر أو ممكن انتستينال بولب أو انفلاماتوري باول ديزيز أو ديبليكيشن أو هيم أنجيوما أو ممكن أكو شو اسمه أي في مالفورميشنز. ف عندنا 50% من حالات causes of lower GIT bleeding بالGIT هي ميكل دايفرتيكولوم، لكن there is other differential diagnosis و other causes lower GIT bleeding هم لازم أخليها ببالي. فبهاي الحالة شو استخدم حتى إنه يفيدني أعرف شنو سبب هاي lower GIT bleeding؟ رح استخدم 99M technetium scan. زين، يقول أيضا a complete history and physical examination ممكن يساعدني إنه أستثني بعض هاي الديفرنشيال دايجنوستس اوف لور جي اي تي بليدنج.
وايضا ممكن شو استخدم نازوغاستريك تيوب حتى استثني يكون هذا البليدنج هو ابر جي اي تي بليدنج وليس لور. يعني بالبدايه انا راح اسوي نازوغاستريك تيوب حتى اعرف هذا ابر لو لور جي اي تي بليدنج. اذا لقيت النازوغاستريك تيوب يعني كلير بهاي الحاله راح استثني ان يكون هذا ابر جي اي تي بليدنج. وراها اجي افكر شنو الدفرنشال دايجنوسيس اوف لور جي اي تي اللي ذكرناهم قبل شويه, واستخدم ممكن يعني الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن يفيدني انه استثني بعض هاي الدفرنشال دايجنوسيس. وراها اسوي ممكن راديولوجيكال تيست اللي هو تكنيشيوم 99 ام, يعني هذا يسموه ميكل سكان, هذا يفيدني اعرف شنو سبب اللور جي اي تي بليدنج. هذا فكرته شنو يعتمد انه معظم الميكل دايبرتيكيوم قلنا يحتوي على اكتوبيك جاستريك ميكوزا اللي هي قلنا 80% من حالات البليدنج ميكال دايفيرتيكولوم حيكون عندهم اكتوبيك جاستريك ميكوزا. زين وبعدين شنو دخل الجاستريك ميكوزا هنا؟ بهذا الميكال سكان وظيفته انه ينطفد يعني دخل فد ماده, وهاي الماده تروح تمتصها الجاستريك ميكوزا. فبالطبيعي بالنورمال انا ايش راح القى؟ بالطبيعي راح القى ستومك والبلادر حتطلع لونها دارك او بلاك, يعني تطلع لونها يشطخ. لكن في حالة الميكل دايفرتيكولوم بالإضافة للستومك والبلادر راح ألقى منطقة اللخ سودة, فأفكر بالغالب حيكون هذا ميكل دايفرتيكولوم. زين فيقول إنه هاي شنو هاي يعني السكان ميكل سكان عبارة إنه راح ينطون إنجكشن إنترافينوس, ينطون تكنيشيوم 99 إنترافينوس إنجكشن تنأخذ بواسطة الجلاند سيلز تيوبيلار جلاند سيلز موجودة بالجاستريك ميكوزا. فإذا أكو أكتوبيك جاستريك ميكوزا بالدايفرتيكولوم هم راح تأخذ هذا اللون أو هاي الصبغة أو كذا وتطلع لون أسود. زين أكو بعض ال يعني التيست أو الراديولوجيكال تحتاج إنه أكو أكتيف بليدنج, مثلاً الانجيوغرافي والتاجد ريد بلاد سيلز كان هذول يحتاجون أكتيف بليدنج إنه واحد بعده دا ينزف يلا يعني تطلع النتيجة مالتهم. لكن في حالة السكنتيغراف هذا لا ما يحتاج اكتيف بليدنج حتى انه يطلع النتيجة هل هي بوزيتيف او نيجاتيف. زين هاوفر بهذا الماتكنيشيوم اكو فولس نيجاتيف واكو فولس بوزيتيف, يعني يطلع نيجاتيف بس هو عنده ميكال دايفرتيكولوم. ليش؟ في حالات انه الميكال دايفرتيكولوم هذا ما بيجاستريك ميكوزا فبهاي الحالة حيطلع نيجاتيف بمثلا بنكرياتيك ميكوزا, او مكان الميكال دايفرتيكولوم صاير لي جوه بحيث البلادر مغطي عليه, يعني صاير بالبلفس والبلادر مغطي عليه وهي اوريدي تطلع سودة فما راح يبين انه هو ايضا يطلع اسود. فبهاي الحاله هاي مهمه انه شو كده يطلع فولس نيجاتيف من ماكو جاستريك ميكوزا ومن يكون المكان لو بالبلفس بحيث مغطي عليه البلادر. فولس بوزيتيف انه يطلع بوزيتيف انه اكو ميكال دايفرتيكولوم بس هو بالحقيقه لا ماكو, يعني يطلع بوزيتيف وهذا البوزيتيف خاطئ. ليش؟ لأنه ممكن أكون intestinal duplication أو أكو bowel obstruction أو inflammation أو intussusception أو AV malformation أو fat ulcer أو some neoplasm, هاي أيضا ممكن تؤدي أنه يطلع positive مع أنه ماكو ميكال دايفرتيكولوم. laparoscopy for definitive evaluation خاصة بالكيسات اللي عندهم أنيميا وهاي clinical suspicion for bleeding diverticulum, يعني من يجي طفل عنده أنيميا والclinical suspicion كلش تدل انه هذا كلينيكال دايفرتيكولوم راح ادخل لابروسكوبي على مود يعني اتاكد. other tests useful in evaluation of intestinal bleeding, هسه احنا اخذنا 99 او ميكل سكان وايضا قلنا هذا السكنتيغرافي اللي هو ما يحتاج اكتيف بليدنج, لكن اكو اثنين ذكرناهم يحتاجون اكتيف بليدنج اللي هم ميزنتريك انجيوغرافي والتكنيشيوم تاكت ريد بلاد سيلز. شنو دولي؟ أول واحد الانجيوغرافي هذا ما يستخدمون كل الأشخاص وفقط يستخدمون يعني محدود للبيشنت اللي عندهم significant acute hemorrhage. ليش؟ لأنه هو أول شيء invasive, ثاني شيء يحتاج active bleeding إنه الواحد بعدين ينزف, فإلا بحالات اللي واحد ينزف كل شهواية acutely significant bloodless دي صار عنده فبهاي الحالة راح أسوي له mesenteric angiography. وقلنا هو شنو هاي من ضمن اللي تحتاج active bleeding اللي تقريبا at least 0.5 ml per minute, يحتاج 0.5 ml per minute bleeding يلا تطلع النتيجة مات. اكو نوع اخر هو technetium 99 m tagged red blood cells, كان هذا هم يحتاج active bleeding اللي هو
بس كميته أقل، الكمية اللي يحتاجها البليدنج اللي يحتاجها أقل من الانجيوغراف، يحتاج 0.1 مل بير مينت. ممكن يكون sensitive but less specific for localization the bleeding source. يعني sensitive يتحسس أكو bleeding لكن هو مو كلش specific إنه ما يقدر يحدد لي مكان البليدنج أو مصدر البليدنج بشكل صحيح. آخر موضوع بهاي المنظمة هو التريتمنت. التريتمنت symptomatic medical diverticulum هو عبارة عن إنه أسوي resection أو أما تكون يعني open surgery أو laparoscopy. بس احتاج اسوي شغلات قبل العمليه بي اوبريتيف بريبريشن، انه اول شيء ريهايدريشن، انطي اي في فلويد، اصحح الالكترولايت ابنورمالتيز، انطي انتي بايوتيك، سوي في حال يعني اكو يعني برزنتيشن كان باول ابستراكشن راح اسوي جاستريك ديكومبريشن، ادخل ان جي تيوب، او في حاله انه البرزنتيشن كان بليدنج واكو سيجنيفيكانت انيميا احتاج فانطي يعني اسوي ترانزفيوجن قبل ما اسوي العمليه. زين هاي الريسكشن اما تكون عباره عن دايفرتيكولكتومي، انه فقط اشير الدايفرتيكولم، أو segmental ileum resection with anastomosis، إنه قصة diverticulum وجزء من الإليوم وأسوي anastomosis للأجزاء اللي بقت. زين هسه إحنا قلنا إنه راح أسوي resection أما يكون عبارة عن diverticulectomy أو segmental ileum resection، شو كنت أسوي هاي وشو كنت أسويها؟ في حال إذا كان presentation obstruction أو inflammation، فعبارة عن simple diverticulectomy هو كافي، بس أهم شيء إنه أنا أشيل كل الإكتوبك تشو اللي هي قلنا gastric أو pancreatic. لكن يقول انه في حالة اذا diverticulectomy او الميكا diverticulum سوري اكتشفته من ان اذا اسوي reduction للانتسسبشن، يعني دخلت اسوي عملية للانتسسبشن فتحت الانتسن وكذا لقيت الميكا diverticulum، فعادي ممكن اسوي diverticulectomy لكن اأمن انه اسوي segmental ileal resection، اشيل جزء من الإليوم، لان اصلا ممكن يكون اكو اسكيميا وكذا فاحتاج يعني already انه اشيل جزء من الإليوم. زين in cases of bleeding يفضلون segmental resection، يعتبر safest most definitive approach. يعني إذا obstruction و inflammation راح أسوي diverticulectomy، إذا intussusception أسوي أقدر أسوي مثيناتهم، لكن يفضلون ويكون safer هي segmental ileal resection. وفي حالات bleeding ال safest وال definitive approach هو segmental ileal resection. ليش؟ يقول لأنه ممكن أكو إحنا قلنا الألسر هي بالبليدنج أكو ألسر ألسريشن بالميكوزا، هاي الألسر قلنا ما موجودة بالجنكشن أو بالإكتوبك ميكوزا أو ممكن بالميزنتريك سايد أوف ذا إليوم، يعني بالنورمال بالجزء النورمال من الإليوم، فأني ما أعرف أحدد مكانها ممكن ما أقدر أشوفها، فأني أشيل جزء من الإليوم حتى شنو حتى وين ما كانت الألسر أنا راح أشيلها وتخلص من عندها. يقول إنه laparoscopy now commonly utilized for resection of medical diverticulum as it can be both diagnostic and therapeutic. هسه هو هذا يستخدمون laparoscopy لأنه من أن يعني أسوي انسجن وكذا راح أدخل هم أنا راح أشخص أدور على diverticulum ألقاها يعتبر diagnostic وأقصه وأشيل أسوي له resection هذا therapeutic. diverticulum can be resected أما بواسطة intracorporeal technique إنه هو بالداخل أنا أقصه وبعدين أطلعه، أو ألزمه وطلع من الامبلايكس وبدا يعني خارج جسم الطفل اقصه، فاما بالداخل او بالخارج انترا او اكسترا، هو بالداخل اقصه او الزمه وطلع من الامبلايكس واقصه. زين واللي هي يعني اما دايفرتيكولكتومي او سيجمنتال ريسكشن بهاي اثنيناتها يعني يشملها انه انترا او اكسترا. المانجمنت اوف ان اسيمتوماتيك انسيدنتلي فاوند دايفرتيكولم ريمينز كونتروفيرشال. يقول انه المانجمنت لطفل عنده ميكا دايفرتيكولم لكن هو اسمتماتيك واكتشفته فجأة، يعني اني لو ما مثلا دا ادخل اسوي انتوسسبشن او فد يعني اي شيء واكتشفته ولا كان ما عرفته لان هو اسمتماتيك البيشن، نان المانجمنت مالته يعني حايرين بي. اكو يقولون انه الاوبريتيف انترفينشن از نوت انديكيتد فور اسمتماتيك دايفرتيكولم ديسكفرد انسيدنتلي اون ايميجنج ستاديز. اللي دايفرتيكولم اكتشفته بالايميجنج ستاديز فجأة اكتشفته هذا ما هو اسمتماتيك الطفل، ما يحتاج اسوي له اوبريتيف انترفينشن، يعني لا اسوي له دايفرتيكولم دايفرتيكولكتومي ولا اسوي له سيجمنتال ايليال ريسكشن، هو اسمتماتيك واكتشفته فجاه ما اسوي له اي عمليه. زين بس يقول اذا هو الميكا دايفرتيكولم اكتشفته وانا دا اسوي عمليه مثلا دا اسوي دافك الريديوس مال انتستن بها انتسسبشن او كذا، فالابروتش يعتمد على شغلات. أول شيء إذا كان طول أكثر من 2 cm، إذا كان الثيكنس مالته إنديكيتيف إنه أكو إكتوبيك ميكوزا، مال جندر أو الأيج younger than 50 years، زين إنه
هاي الشغلات، هاي الأربع شغلات إذا طولها أكثر من 2 سنتيم والثيكنس مالته إنديكيت إنه أكفد إكتوبيك ميوكوزا، والجندر هو ميل وعمر الشخص أقل من 50 سنة، بهاي الحالة يحتاج اكتشفت الميكل دايفرتيكولم مالته يعني فجأة من دا أسوي فت عملية هنا أنا يعني أسوي له العملية أشيل الميكل دايفرتيكولم، لكن غير هالشغلات ما يحتاج أسوي عملية. مثلا اذا كان طوله اقل من 2 سي ام، اذا كانت مثلا فيميل او كذا كذا، هاي ما يحتاج اسوي لها عمليه. هذا مخطط حلو يوضح شو وقت نسوي سيرجري وش وقت لا. في حال كان سيمتوماتيك ميكال دايفرتيكولم يعني فبكل احوال يحتاج سيرجري، اما كان اذا كان اسيمتوماتيك واكتشفته انسيدنتلي فجاه، فاذا اكتشفته بالايمجينج هذا نو سيرجري. اما اذا اكتشفته يعني عندي اسوي عمليه during an operation، فهنا يعتمد على شغلات اللي ذكرناها. مثلا اذا كان عمره اقل من 50 سنه، اذا ميل، اذا طوله اكثر او يساوي 2، اذا اكو abnormal tissue، اذا اكو broad based diverticulum اكثر من او يساوي 2 cm، اذا اكو fibrous bound مرتبط بالdiverticulum. زين، فبهاي الحالة وطبعا ماكو لازم medical comorbidities، ماكو شغلات other diseases ممكن يعني تتأثر كذا، فهذا يحتاج أسوي له عملية يعني كشي prophylactic، يعني هو asymptomatic لكن يعني إنه يفضل أسوي له على مدى يصير فيما بعد يصير عنده complication أو كذا. أما إذا كان عمره 50 أو أكثر، إذا كانت female، إذا طوله أكثر أقل من 2 cm وكذا كذا، هاي الحالة ما أسوي له، يعني عكس ذولي. وهسه صار عندنا شو وقت أسوي surgery؟ إذا كان سيمتوماتيك أسوي سيرجر، إذا أسيمتوماتيك يعتمد وأنا اكتشفته بالإيميجينج لو ديونج أن أوبريشن، إذا إيميجينج ما أسوي، إذا أوبريشن يعتمد على الأيج، على يعني هل هو ميل أو فيميل، على اللينكث ما دايفرتيكولم وغيرها إذا أكو أبنورمال تشو أو لا. إذا أقل من 50 وهاي الجهة أسوي العملية، إذا هاي الجهة لا ما يحتاج عملية. هيك تكون خلصة محاضرة الميكال دايفرتيكولم اللي هي البيدياتريك الثالثة. إن شاء الله افتهمتوا وأعتذر عن أي تقصير.